السؤال يقول: فضيلة الشيخ، الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات، نحن وقعنا في هذه المتشابهات، لا سيما وهناك أسماء فرضت بغير أسمائها على المجتمع، سواء بالتقليد أو بالتشجيع أو بالتأثير إلى آخر، فما هي طرق التقوى لدى المسلم ضد هذا الخطر على المجتمع؟ نعم، الحرام مثل ما بين والحلال بين، فالواجب على كل مسلم ومسلمة اتقاء الحرام البين والأخذ بالحلال البين ولزوم ما أوجب الله، وهذا هو التقوى. أما المشتبهات فهي الأمور التي لم يتضح وجه تحريمها ولا وجه وجوبها، فالمؤمن ينظر فيها ويتأمل وينظر في الأدلة ويسأل أهل العلم حتى يتبين له هل هي من قسم الحلال فيستعمل ذلك، هل هي من قسم الحلال فيستعملها، أو من قسم الحرام فيجنبها، يجتهد. فإذا اشتبهت عليه ولم يتضح تجنبها احتياطا وتركها احتياطا، كما أن الراعي الحازم المتقي لله يتباعد عن مزارع الناس وعن حمى الناس حتى لا تقع بهائمه في مزارعهم، فهكذا الحازم المتقي لله يتباعد عن المشتبهات التي خفي عليه أمرها فلا يستعملها يخشى أن تكون حراما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ووقع في الشبهات وقع في الحرام. فالحازم والمتقي يحذرها حتى يتضح له وجهها ويعمل ما يستطيع ليعرف حقيقتها. نعم.